لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جديدة لمتابعة مباراة الجولة 23 من الدوري الاحترافي الأنوي لكرة القدم بين دفاع الحسن الجديد وأولمبيك كاسافي. واحدة من أهم اختبارات هذه الجولة بين فريق ينافس ويتطلع للتنافس على مراكز الرياضة في البطولة الوطنية، والدفاع الذي يرغب في تجاوز مراحل صعبة يجتازها في البطولة الوطنية. الدفاع يلعب هذه تنطلق هذه المباراة من أقدام لوسيس، ستحول مباشرة لنادي أولمبيك كاسافي. الوجود من الجهة اليسرى لأولمبيك كاسافي، كرة في منطقة الجزاء، كانت إمكانية لبلوغ المرمى من الطرف الأيسر، كرة عرضية في منطقة الجزاء بالرأس لكن بعيدا عن المرمى، مرمى الدفاع الحسني الجديد أولمبيك كاسافي. تعود من عبد الحي فورسي، كرة تسدد أكسيل ميي يلعب كورته وتدخل حارس المرمى. تعود من جديد للدفاع الحسن الجديد، كرة للهنودي اليسرى شعيب، كرة للأمام إمكانية من سكحان يلعب من الجهة اليسرى الثابتة، تلعب كرة في القائمة الثانية المتابعة والرأي مرفوعة بحكم أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى، ضربة مرمى للمادي واي. كرة من عبد الله ديرا في منطقة الجزاء، ضربة جزاء لأولمبيك كاسافي مع انطلاق هذه المباراة الدقيقة 7. عبد الله ديرا قائما يعود للفار للتأكد مما حدث في الكرة الماضية. مصطفى الكشاف الإعادة من مختلف الزوايا، هل كانت هناك عرقلة للمولاة الملعب لتأكيد ما حدث؟ يقول ما فيش ضربة جزاء في الكرة الماضية. لوسيس في منطقة الجزاء وتدخل الحارس بساعة ديارا، تسديد ديارا، القوة ديارا، الإصرار والتدخل تدخل ممتاز جدا. كرة من أكسل ماي بعد الكرة تتحول من جديد لنادي أولمبيك كاسافي، بداية مع اتحاد طنجة بعد مع لوسيس. للعمر الهنودي في منطقة الدفاع والتدخل من دفاع لوسيو، يلعبها للأمام بلمسة، تركيز شوية ربما الوضع كان يكون مختلف لوسيس. مرة أخرى تداول الكرة بشكل ممتاز من جانب لاعبي وليد، كرة للأمام عمر وتدخل من دفاع أولمبيك كاسافي لإبعاد الخطورة بشكل كلي. عبد الله ديارا لأكسيل، عبد الله والتدخل في النهاية من طاير عبد السلام للوسيس، تلعب في القائمة الثانية وخروج الحارس بيساك يدخل، بيساك فرد شخصيته، بيساك متحكم في الأمور كلها. انطلاق عبد الحي فرسي نحو أكسيل ماي، أكسيل يمر جول ماي، أكسيل ماي، أي استقبال هذا ويتعامل ممتاز جدا مع كرة في منطقة الجزاء، وسوبر اسيست عبد الحي فرسي، سوبر اسيست، أفضل تمريرة ممتازة جدا وكان بنصف هدف لعبد الحي فرسي نحو أكسيل ماي، استقبال ممتاز. ما ينتظر رفقة هذه المجموعة وبالتالي سيحاول أنه يخرج بأقل الأضرار من هذه المباراة. مجموعة من المدربين تم التعاقد معهم في ماي، يبحث عن ديارا، تلعب كرة في منطقة الجزاء والتدخل ممتاز من طاهر عبد السلام، طاهر يتدخل عبد السلام، ماء ولا كهرباء، كرة للأمام والتغطية من دفاع لوسيس. تعود من جديد سكحان في منطقة الجزاء والتغطية من أسحبي، تعود لعبد الحي واضح والكرة مستفزة، وهنا ديارا وأكسيل ماي للمرة الثانية لوسيس قد يندم على تضييعه لفرصة مثل هذه أمام المرمى المرة الأولى. الجمهور ينتظر، يترقب وليد غيلوف في غيبة تركيز منصف العامري، يسدد لكن بعيدا عن المرمى، فرصة الحلول، كرة تلعب في منطقة الجزاء، المتابعة من الحارس ويا يتدخل يسأسد في منطقة دفاعه، تتحول كرة من
قام مسؤولين نادي أولمبيك خريبكا بتعاقد مع محمد فاخر لتدريب الفريق خلفا لعبد الصمد وراد الذي أشرف على فريق لوسيكا مباشرة بعد المغادرة المفاجئة للبرتغالي ريكاردو فورموزينو وطاقمه التقني المساعد. وقد حددوا قائمة تضم 4 مدربين مغاربة لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي. يتعلق الأمر بكل من يوسف المريني وهشام الدميعي وبيدرو بن علي ومحمد فاخر، ودخلوا معهم في مفاوضات جادة قبل أن يتم الحسم في اختيار الجنرال محمد فاخر على أمل إخراج الفريق من أزمة النتائج وضمان البقاء بقسم الصفوة.